سبحان الله يا اخي. اتكلمت انا على حوار المهدي سليمان ده قبل ما المهدي ما يطلع يتكلم مع هاني حتحوت ويوضح له تفاصيل اللي حصل ويقول له ان انا الايقاف بتاعي كان بسبب التويته، مع اني ما اعرفش بصراحه ان المهدي كان موجود بسبب التويته. كنت مستغرب جدا ان المهدي بقى ثالث بعد كرامي وبعد احمد الشناوي، بس بعد الكلام المهدي قاله بصراحه بدات الصوره توضح بالنسبه لي. وبرده لسه عند نفس المبدا، وهو بيراميدز نادي غير احترافي واداره بيراميدز غير احترافيه، وبيراميدز يفتقد لمدير فني ذو شخصية قوية يقدر يفرض شخصيته على الفريق ويقول للإدارة ما حدش يدخل في شغلي. بس للأسف كل ده بيحصل في بيراميدز، مع كل هبوط لمستوى بيراميدز الناس ما تقعدش تقول رمضان بيعمل رمضان بيسوي، لا، هي المنظومة كلها غلط. سعادتك ورمضان هو واحد من المنظومة الغلط دي، زي ما اتكلمت في مباراة وادي دجلة، الفريق كله في عك، لأن الفريق كله في عك فلازم تعرف إن العيب عيب إدارة، والإدارة عندها تارجت واحد بس. اي اسم كبير احنا جبناه لازم يلعب اساسي، جبنا شريف اكرامي يلعب اساسي، جبنا احمد فتحي يلعب اساسي، الناس مش قادره واللي كانوا بيلعبوا في مكانهم افضل منهم زي مثلا مهدي سليمان او رجب بكار والمستوى اللي كان بيقدمه بيراميدز لما يروح سيراميكا مالناش دعوه. احنا جبنا اسماء، احنا هنحط في الملعب كده عبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف اكرامي وقدام رمضان صبحي، وكمان يا سلام لو احمد الشيخ بقى سليم يلعب اساسي الناحيه الثانيه، والدنيا بالنسبه لنا تكون زي الفل ومظبوطه وناخد بطولات. طب بطولات ازاي وانت مش بتلعب اللعيبه الافضل، انت بتلعب الاسماء بس؟ عايز تعمل ايه بالاسماء بس؟ اسماء لعيبه شطبت حرفيا. شريف اكرامي لو بالمنطق او بالفنيات بعد 3 4 ماتشات ليه بيراميدز الماتشات الاوائل ليه في الدوري ما كانش لعب تاني، بس عشان خاطر هي كان في اتفاقيات ان شريف اكرامي رايح اساسي، شريف مش رايح مناصر احمد الشناوي، لان خلاص الشناوي دلوقتي الموضوع بالنسبه له زي البدري مع المنتخب، بيعد كاشات، احمد الشناوي تاني تالت رابع مش مهم، اهم حاجه باخد فلوس، ينزل يتصدى ضربات جزاء في مباراه كاس، ما بيعرفش يصد ضربات جزاء اساسا والفريق يتغلب عادي مفيش اي مشكله. بس هو ده بيراميدز، هو ده الهيكل بتاع المنظومه كلها. لما تقول ان لاعب بتقول بسبب تويته لانه حاسس ان هو اتظلم، عندك مشكله. هتقول لي لا ما هو المهدي، هقول لك المهدي ما لعبش ولا مباراه الموسم ده، يعني المهدي كان نجم الفريق السنه اللي فاتت، المهدي السنه دي ما بيلعبش خالص، المهدي السنه دي رقم 2 ورقم 3 طول الوقت. بس تقعد تسال ليه يا جماعه هل شريف اعلى منه اطلاقا؟ طب هل يا جماعه احمد فتحي قادر ان هو يمشي جوه الملعب؟ لا، ما بس عمر جابر واحد من كباتن الفريق وبيغير معاه. يا جماعه عمر جابر بقى بيلاقي له مكان جوه التشكيله بان هو بيحط نص ملعب وبيحط احمد فتحي الناحيه الثانيه. يا جماعه منظومه بيراميدز مش منظومه كوره، منظومه بيراميدز فعلا بدات اصدق ان هي منظومه كيديه، مش منظومه جايه تقلد مشروع زي مشروع باريس سان جيرمان او زي مانشستر سيتي او زي اي مشروع لنادي استثماري حقيقي جوه الدوري المصري. منظومه بيراميدز عباره عن منظومه احنا بنهرج نفس الفريق اللي باع مجدي قفشه للاهلي، بعد تقول لك مجدي قفشه بدا الكلام يبان على ان بيراميدز ما بيفاوض قفشه، اللي هو يا جماعه يخرب بيت ابو العكه اللي انتوا بتعملوه، برضه هتجيبوا قفشه وتحطوه بديل عبد الله السعيد علشان خاطر عبد الله هيكون اسمه كان اعلى من قفشه، ولا هتمشوا بالوضع الحالي؟ قفشه اسمه اعلى من عبد الله فحط قفشه جوه الملعب لو كان متعاقد معاه. كلمه الهراء اللي بيعملها بيراميدز في السوق المصري عشان تعرف ان انت هنا في مصر هتفضل دايما مقفول على الاهلي والزمالك، حتى الاستثمارين اللي دخلوا بعقليه مصريه، وبعيد عنك ربنا ما يحكم فيك عقليه مصريه، هتلاقي ان دايما اللي عنده ظهر هو اللي بيلعب، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى الواسطه وصلت للفريق الاول يلا خير وبركه يكشي ولعوا كلهم، وفي الاخر هيقول لك ايه؟ الخطيب نجح ان هو يتخطى كل المؤامرات الكونيه اللي كان بيعملها عليه بيراميدز، يا باشا ما هم اللي اغبياء فطبيعي ان هو يتخطاهم.